أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل البدء بالخطبة، قامت قوات الاحتلال باقتحام المدارس الدينية للحوزة العلمية وكسر الغرف التابعة لها، فمن هنا نطالب الاحتلال بعدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية، حتى لو كانت من أجل تفتيش عن السلاح، فهو ليس تبريرا، وإلا اتخذت الإجراءات اللازمة ضد هذه الأعمال، وهي منع دخول المحتلين فيها وكذلك الشرطة العراقية، لأنهم التابعة لهم عملاء الغرب والعياذ بالله. ونطالب بتدخل الرأي العام بذلك، لأنه كما لا يجوز اقتحام الكنائس لا يجوز اقتحام المدارس الدينية. فلأجل شجب واستنكار مثل هذه الأعمال، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل عدم تكرار مثل هذه الأعمال، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل شجب واستنكار الحصار المضروب على مدينة النجف الأشرف، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل خروج القوات المحتلة من النجف الأشرف، الصلاة على محمد وآل محمد. اعلموا أن الأعداء يقومون بحياكة المؤامرات ضد صلاة الجمعة في العراق وضد صلاة جمعة الكوفة بالتحديد، فلأجل شجب هذه المؤامرة والأفكار الخبيثة، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل نصرة وطاعة الإمام المهدي عجل الله فرجه، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل نصرة وطاعة جيش الإمام المهدي عجل الله فرجه، الصلاة على محمد وآل محمد. لأجل شجب واستنكار مكر الماكرين وكيد الكائدين، الصلاة على محمد وآل محمد.